محاضرتنا لهذا اليوم عن صمامات التمدد Expansion Device. صمام التمدد جزء أساسي بالمنظومة الانضغاطية. التمدد ينتج، يعني تمدد الغاز ينتج عنه انخفاض بالضغط، ونتيجة انخفاض الضغط راح ينخفض وياه شنو؟ درجة الحرارة. وهو هذا الهدف الرئيسي اللي احنا نريده كمهندسين تبريد وتكييف، حتى نمتص الطاقة الحرارية من الحيز المراد تكييفه، لأن الانتقال الحرارة يكون من درجات الحرارة العليا إلى درجات الحرارة الدنيا. فإحنا شو نسوي؟ لازم نخفض درجة الحرارة بالمبخر، وبالتالي راح تنتقل الحرارة من الحيز المراد تكييفه إلى المبخر. فلذلك إحنا لازم شو نسوي حتى نخفض درجة السلام حرارة عليكم. هذا الغاز؟ لازم نخفض ضغطه حتى تنخفض درجة الحرارة المقابلة. أوكي؟ فالهدف الرئيسي من صمام التمدد هو تخفيض درجة الحرارة. وأكو هدف ثانوي لهذا الصمام هو التحكم بسعة المنظومة. يعني هذه المنظومة ممكن أن تعمل بسعات مختلفة حسب الصمام اللي راح نخليه بهذه المنظومة. أوكي؟ يعني إذا كانت مثلا المنظومة خلينا نقول 2 طن، ممكن أن تكون متغيرة، ممكن أن تكون مثلا 1.5 طن حسب صمام التمدد. يعني ممكن نخليه متغير وممكن نخليه ثابت يبقى على 2 طن حسب الاستخدام. فلذلك هنا راح تنقسم أنواع صمامات التمدد إلى نوعين رئيسيين. راح نشوف شنو هذه الأنواع. النوع الأول اللي هو نسميه constant restriction. constant restriction يعني ثابتة القيود، يعني صمامات ثابتة القيود. يعني هذا النوع من الصمامات يستخدم مع المنظومات ذات الأحمال الحرارية الثابتة. يعني مثلا عندي مكيف 2 طن، يبقى العمل مالته يبقى على 2 طن، ما ممكن أن يتغير إلى 1.5 أو ما ممكن أن يتغير إلى 3 طن، يبقى مثل ما هو 2 طن. فنستخدم ويا هذا النوع من الصمامات اللي هو الكابيلاري تيوب، الأنبوب الشعري. الأنبوب الشعري هذا هو النوع، يعتبر ثابت القيود. النوع الآخر هو متغير القيود، variable restriction. متغير القيود يعني ممكن أن تكون المنظومة متغيرة السعة. هسه تقولها مثل يا منظومات متغيرة السعة. أكو بعض المنظومات خصوصا إذا كانت السعات عالية تكون بيها الجدوى الاقتصادية، إذا خلينا الـ Variable Restriction هو أصرف من ما إذا خلينا ثابتة القيود. هسه تقول شلون؟ مثلا عندي منظومة أو فد حيز يحتاج 20 طن، يحتاج مثلا 20 طن. جبنا المنظومة مالتنا اللي هي تغطي هذا الحمل، خلينا نقول مثلا 20 طن هي الماكسيموم مالتها. زين، هذه الماكسيموم اللي حسبناها على أساسها كانت فترة ظهرية، مو تمام؟ احنا من نحسب الديزاين مالتنا أخذته بالتكييف صف ثالث، نحسب على ساعة واحدة، مو تمام؟ اللي هي فترة الماكسيموم لود. فممكن أن يتغير الحمل، يعني يكون مثلا فترات الصباح أو فترات المساء تكون الحمل أقل، يعني يوصل مثلا 15 طن
أوكي؟ فهذه المنظومة ما معقولة راح تكون تعمل بشكل ثابت، يعني ما راح نخليها تعمل بشكل ثابت، يعني تنطيني 20 طن، يعني هذه تعتبر خسارة. أوكي؟ بس رجاء اللي فاتح مايك بس يسده حتى الكل يسمعنا. شباب عيني، اللي فاتح مايك بس يسده حتى الكل يسمع. أوكي. مثل ما قلنا، إذا كان عندي هذه المنظومة غطت هذا الحمل اللي هو 20 طن، فبأثناء الفترات اللي ما بيها لود ما معقولة أبقيها 20 طن، لا، هذا يكون غير يعني مجدي اقتصاديا، غير مجدي، لأن هذه الخمسة طن تعتبر خسارة بالنسبة إلي، معناتها أكو صرف بالوقود، معناتها أكو خسائر بالأجهزة والمعدات اللي أنا راح أستهلكها. أوكي، فالأصرف هو لازم شنو، أخفض هذه السعة، أخفض سعة المنظومة حسب سعة الحيز. يعني إذا كان الحيز صار يعني بأوقات المساء إلى 15 طن، لازم المنظومة أيضا أخفضها لل 15 طن. شلون أتحكم بهذه العملية؟ عن طريق ربط واحد من هذه الأنواع اللي هي الـ Variable Restriction. عندي خمس أنواع للصمامات المتغيرة الحدود أو متغيرة السعة. النوع الأول هو الـ Automatic Expansion Valve. Expansion Device، هذه ED مختصر Expansion Device Automatic. هذا الصمام يحافظ لي على ضغط ثابت بالمبخر، أو نسميه Pressure Constant. Pressure Constant يعني يحافظ لي على ثبوت ضغط الإيفابوريتر. Pressure كونستانت. اوكي، النوع الثاني اللي هو ثيرموستاتيك اكسبانشن فالف. ثيرموستاتيك اكسبانشن فالف، واللي يحافظ لي على درجة حرارة المبخر. ثيرموستاتيك اكسبانشن ديفايس يبقي لي درجة الحرارة بالمبخر ثابتة، يعني temperature constant. أوكي، النوع الثالث هو الفلوت فالف، يعني الطوافة. فلوت فالف، صمام الطوافة. هذا الصمام يحافظ لي على مستوى ليفل، مستوى للسائل. مرات أحتاج بالمبخر أن يكون الأنابيب مغمورة بالفريون، أو أحتاج الكوندنسر أن يكون مغمور بالفريون، أنابيب الكوندنسر تكون مغمورة بالفريون، فأحتاج ليفل معين يحافظ لي على ليفل للفريون. فإذا كانت الطوافة بجهة الإيفابوريتر أسميها لو سايد فلوت فالف، وإذا كانت بجهة الكوندنسر يعني بجهة الضغط العالي فأسميها هاي سايد فلوت فالف. النوع الثالث هو هاي سايد فلوت فالف. فلوت يعني طوافة. أوكي، طوافة. النوع الرابع low side float valve. والنوع الخامس هو الالكترونيك اكسبانشن فالف، كهربائي. الكترونيك اكسبانشن ديفايس، هذه
تكون التحكم به عن طريق مقاومة حرارية، راح نجي على كل جزء بالتفصيل. خلي نجي على النوع الأول اللي هو الـ Automatic Expansion Device. شلون راح يحافظ لي على الضغط بالـ Evaporator؟ خلي نرسم. هذا عندي صفيحة معدنية هنا، وهذا عندي نابض مربوط بسلك، وهذا السلك مربوط بالصفيحة المعدنية. هذا عبارة عن قرص، يعني هذه الصفيحة المعدنية قرص دائري، واضح؟ وهذه سدادة أو نيدل، ومربوطة على ريجوليتر، يعني هذا اللي نسيت أو نخلي الدرجة اللي احنا نريدها، درجة الضغط اللي احنا نريدها. اوكي، فهنا اللي يجي من الكوندنسر، هذا from condenser، وهذا اللي رايح للإيفابوريتر to evaporator. هسه هنا شلون راح يصير العملية؟ خلينا نفترض انه هذا الحمل هنا بالإيفابوريتر ازداد. يعني شنو ازداد الحمل؟ يعني الحيز صار مثلا، صارت فترة الظهر، يعني صار الجو حار، تمام؟ هنا ايش راح يصير بالإيفابوريتر؟ راح يرتفع درجة حرارته، درجة حرارته للإيفابوريتر ترتفع، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يرفع ضغط الإيفابوريتر، ضغط الإيفابوريتر راح يرتفع. هذا الضغط وين راح يأثر؟ راح يأثر على هذه الصفيحة، أوكي؟ راح يضغط عليها. هذا هو في إيفابوريتر، ضغط الإيفابوريتر. بالمقابل هنا عندي ضغط السبرينج، في سبرينج، هذا السبرينج. إذا تغلبت ضغط الإيفابوريتر، إذا تغلب على ضغط السبرينج، فإيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي بهالشكل، الصفيحة راح ترتفع للأعلى. أوكي؟ هذه مثل الرئة، شلون الرئة مال الإنسان؟ مرة ترتفع ومرة تنخفض حسب الضغط اللي يصير بأي جانب، ياهو اللي يكون أكبر راح يندفع عكس الضغط اللي يكون هو الأكبر. فهنا خلينا نقول ارتفع عندي الضغط بسبب ارتفاع الحمل، فالرئة راح ترتفع، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ هذه الفتحة، هذه الفتحة راح تزداد، لأن هذه النيدل أنا رسمتها بهالشكل، بس هي بالحقيقة مو بهالشكل، هي ملتصقة، تقريبا ملتصقة، لكن بأثناء الارتفاع ايش راح يصير؟ راح تتوسع هذه الفتحة، راح تسمح بمرور ريفرجرنت بشكل أكبر، راح تسمح بمرور ريفرجرنت جاي منين؟ جاي من الكوندنسر. وين راح يروح؟ للإيفابوريتر. فإذا سمحت بمرور كمية أكبر ايش راح يصير؟ حسب هاي المعادلة كيو إيفابوريتر شو يساوي؟ ام دوت ار في دلتا اتش. إذا زادت الام دوت ار المارة عبر هذا الصمام ورايحة وين؟ للإيفابوريتر. ايش راح يصير بالكيو إيفابوريتر؟ راح تزداد أكيد، وهو هذا اللي احنا نريده. ليش؟ حتى يغطي الحمل اللي ازداد بالبداية، لأن هنا فترة الظهر ازدادت
زادت عندنا كمية الحرارة، وبالتالي أثرت على من؟ على الضغط. وهذا الضغط ايش سوى؟ رفع هذا الرئة أو الصفيحة المعدنية، وبالتالي زيد الفتحة وزيد شنو؟ الماس فلوريت اللي يسرع عبر هذا الصمام. وهذا الماس فلوريت زيد عندي كمية الحرارة اللي المفروض تصير بالإيفابوريتر حتى تغطي الحمل اللي ارتفع. صار واضح هسه مبدأ العمل؟ أوكي. أكو أحد عنده سؤال؟ شلون صارت العملية؟ أستاذ بس تماثل سريع. خلي نعيد، إذا كانت بالعكس، يعني إذا انخفض عندي الحمل شو يصير؟ أوكي. هسه إذا انخفض عندي الحمل، هذا الحمل مال الإيفابوريتر، خلي نقول صار وقت المساء، يعني الحمل مو الحمل الماكسيموم، صار أقل ما يمكن، خلي نقول إيش راح يصير هنا؟ راح تنخفض درجة الحرارة. أوكي، وبالتالي إيش راح يأثر؟ راح يأثر على ضغط الإيفابوريتر، أيضا راح ينخفض. من راح ينخفض ضغط الإيفابوريتر إيش راح يصير؟ راح يصير قوة النابض أكبر من قوة الضغط اللي تولد من الإيفابوريتر، من الغاز اللي موجود به. فإيش راح يصير هالمرة؟ راح يصير بالعكس، الرئة هذه تنخفض للأسفل. تمام؟ من انخفضت للأسفل إيش راح يصير؟ هذه الفتحة راح تتضايق أو تقل، وراح تسمح بمرور كمية أقل للماس فلوريت. يعني هذه الماس فلوريت راح تقل، ومن قلت هاي الماس فلوريت شي يقل وياها؟ يقل وياها الحمل، وهو هذا اللي أنا أريده، أقلل الحمل. يعني بمكان ما كان مثلا 20 طن راح أخليه يصير 15 طن. ليش؟ حتى هنا استهلاك الوقود أو استهلاك الطاقة بالضغط تكون أقل، لأن هذا إذا زيادة الماس فلوريت أو إذا بقيته مثل ما هو، الماس فلوريت راح يسري نفس اللي يسري بالإيفابوريتر، راح يسري وين؟ بالكمبرسر. فأنا شو أسوي؟ لازم أقل، قللت الحمل وبالتالي قل الشغل أيضا، لأن الشغل هم يعتمد على الماس فلوريت. W compressor يساوي M dot R في دلتا H، هذا دلتا H E وهذا دلتا H C. أوكي، فهنا أيضا إذا قل عندي الماس فلوريت راح يقل عندي كمية استهلاك الطاقة بالكمبرسر. صار واضح هسه مبدأ العمل؟ أوكي، هسه نجي على النوع الثاني اللي هو Thermostatic Expansion Valve. تقريبا نفس المبدأ، بس التحكم راح يصير عن طريق درجة الحرارة. خلينا نشوف شلون راح يصير الرسم. استاذ هذا هو الترموستات؟ يا عيني، هذا هو الترموستات؟ الثرموستاتيك، ثرموستاتيك يعني مو الاوتوماتيك؟ هذا الاوتوماتيك اللي هسه حكينا عليه، يتحكم بالضغط، هذا اوتوماتيك. اي والله صادق، اتفقنا عليه. اكسبانشن ديفايس. عفوا دكتور، الاوتوماتيك نقدر نعتبره يعني التحكم في كميه جريان. هو كلهن بكميه الجريان، كلهن يتحكمون بكميه الجريان، بس شلون؟ حسب كل واحد ووظيفته. الاوتوماتيك يتحكم بالضغط، درجه الحراره تتحكم، يعني الثرموستاتيك يتحكم بدرجه الحراره، الهاي سايد فلوت فالف يتحكم بالليفل. اوكي، هنا الالكترونيك يتحكم بالمقاومه، المقاومه الكهربائيه، بس كلهن يتحكمون بالماس فلوريت، بالجريان.
أوكي؟ شكرا جزيلا. عفوا. هذه عندي الصفيحة المعدنية أو الدايفرام، وهذه عندي النيدل، وهذه المعايرة مالتها، وهذا اللي رايح للإيفابوريتر، هذا اللي جاي من الكوندنسر، هذا قلنا تو إيفابوريتر. هنا الفرق عندي بصلة أو متحسس يتحسس بدرجة الحرارة، درجة حرارة المبخر، هذه البصلة عبارة عن أنبوب معدني يحتوي على نفس الفريون اللي موجود بالمنظومة. يعني مثلا إذا كان هذا R22، البصلة أيضا راح تحتوي على R22. أوكي، هذا هنا موجود غاز R22 مثلا. هنا اللي راح يصير شنو؟ اللي راح يصير مثلا إذا قلنا بالإيفابوريتر أو بالحيز المراد تكييفه ازداد عندي الحمل، هنا ايش راح يصير؟ ازدياد الحمل راح يأثر على درجة الحرارة، راح ترتفع، بالتالي هذا البصلة راح تتحسس درجة الحرارة المرتفعة. ايش راح تسوي؟ الغاز اللي موجود بداخلها راح يتمدد، اللي هو مثلا قلنا R22، من راح يتمدد راح يأثر على هذه الصفيحة المعدنية. أوكي، هذا هو الضغط، ضغط الفريون هنا راح يأثر، وهنا عندي النابض. أوكي، في سبرينج، فهنا راح يكون إذا الضغط اللي متولد من البصلة أكبر من ضغط النابض، فايش راح يصير؟ راح تنخفض، هذه راح تنخفض للأسفل، هذه الرئة أو الصفيحة المعدنية راح تنخفض للأسفل. ايش راح يصير هنا؟ راح تسمح بمرور أكبر كمية. أوكي، هنا النيدل صار بالعكس، عكس هذا الاتجاه. شوف هنا قبل شوية إذا ارتفعت راح تتوسع، هنا لا، إذا انخفضت راح تتوسع. فهنا إذا ازداد عندي الحمل تتمدد هذه الغاز، وراح يأثر على الصفيحة المعدنية تنخفض، وبالتالي راح تتوسع هذه الفتحة وتسمح بمرور كمية أكبر للماس فلوريت، وهذه الكمية تأثر على كمية الحرارة الممتصة بالإيفابوريتر اللي هي M دوت R في دلتا H. وإذا زادت هذه الكمية، كمية الماس فلوريت، أكيد راح تزيد وياها شنو؟ الحرارة المكتسبة بالإيفابوريتر، واللي هي المطلوبة حتى شنو؟ حتى تغطي الحمل المرتفع. أوكي؟ إذا صار الشيء بالعكس، يعني إذا انخفض عندي الحمل، يعني إذا صار وقت المساء، إيش راح يصير هنا؟ راح تنخفض درجة الحرارة، وبالتالي شنو؟ هذا الغاز اللي موجود راح يتقلص. أوكي، راح يتقلص، وبالتالي قوة النابض راح ترفع هذه الصفيحة المعدنية، راح ترفعها للأعلى، وبالتالي راح تضيق هذه الفتحة. أوكي، بواسطة هذا النيدل تضيق هذه الفتحة، وبالتالي راح تسمح بمرور كمية أقل للماس فلوريد. وإذا قلت هذه الكمية، إيش راح يصير؟ راح تقل كمية الحرارة الممتصة بالإيفابوريتر، واللي هي شنو؟ حسب الحمل المطلوب أو النقص، لأن إحنا قلنا راح ينقص الحمل وقت المساء،
فراح يقل الحمل عندي، وبالتالي هذا الشيء راح يوفر لنا بكمية الشغل المستهلك، لأن هذا الفريون اللي راح يسري عبر الإيفابوريتر راح هو نفسه يسري عبر الكمبرسر، والدبليو كومبرسر أيضا راح يكون هو الماس فلو ريت للريفرجرانت مضروب في دلتا اتش. اوكي، هذه للإيفابوريتر وهذه للكمبرسر. اوكي، صار واضح آلية العمل أو مبدأ العمل؟ تمام. نعم دكتور، واضح إن شاء الله. دكتور العمود بس بالاسم على الاكسبانشن الثاني. يا هو هذا الأوتوماتيك؟ لا الثاني. إيه، ثيرموستاتيك اكسبانشن. دكتور بس سؤال، إذا ما مزحنا. تفضل. نقدر نتحكم بدرجة الحرارة مال البصيلة؟ درجة الحرارة اللي خاصة بالبصيلة هي نفسها درجة حرارة الإيفابوريتر، يعني المتحسسة، هذا مجرد متحسس، يعني احنا ما نريد نتحكم بها، هي احنا نريد نتحكم بدرجة حرارة الإيفابوريتر. شلون؟ عن طريق هذا المتحسس اللي هو البصلة. اوكي، عفوا. اكو احد عنده سؤال؟ اوكي، بالنسبه للصمامات الهاي سايد واللو سايد، هذه شلون المبرده هاي سايد فلوت فالف واللو سايد فلوت فالف؟ هو عباره عن، يعني يكون اذا قلنا مثلا الكوندنسر، هذا خلينا نقول هذا كوندنسر. اوكي، اذا نريد نحافظ على الليفل، هذا هو مستوى السائل اللي موجود بالكوندنسر، يعني شنو السائل؟ الفريون، يعني هذه الطوافة وهذه الصمام، فاتجاه اتجاه الجريان شلون راح يكون؟ من الكوندنسر للإيفابوريتر، هذا الكوندنسر هذا رايح وين؟ تو إيفابوريتر. فهذه شو نسميها؟ نسميها هاي سايد فلوت فالف، هاي سايد فلوت فالف. ليش؟ لان هذه الطوافة وين صايرة؟ صايرة بجانب الضغط العالي. اوكي، اما اذا صارت بالعكس، يعني صارت الايفابوريتر هو اللي نريد نتحكم به كمستوى فريون، يعني خلينا نقول هذا هو الايفابوريتر، وإذا نريد نتحكم قلنا بالمستوى، مستوى الفريون، هذه هي الطوافة هنا وهذا الصمام، فاللي جاي منه كوندنسر، فروم كوندنسر. اوكي، فهذه وين موجودة الطوافة؟ بجهة الضغط الواطي، بجهة ضغط الإيفابوريتر، فشو نسميها؟ لو سايد فلوت فالف. اوكي، هذا هو الفرق. دور العفو، استخداماته وين؟ باي اجهزه هاي؟ هذا اللي تستخدم، يعني قلنا اذا نريد نخلي مستوى، يعني مثلا اكو انواع من الايفابوريترات يحتاج ان تكون انابيب اللي نريد نبردها، مثلا عندنا تشيلر، التشيلر هذا يحتوي على انابيب ماء. بالتشيلرات يعني؟ اي اي بالضبط. عفوا دكتور، بالتشيلرات يعني يستخدم؟ اي اي بالضبط. فاذا نريد يعني نحافظ على هذا المستوى نخلي هذا النوع. اوكي، يعني باعتبار طوافه. اي اي طوافه، شلون مال المبرده بالضبط. اي نعم، هي فلوت يعني طوافه، فلوت طوافه. اوكي زين، هسه بس اريد اشوفكم الالكترونيك اكسبانشن فالف. هذا هو الكترونيك او الكتريك اكسبانشن فالف، هذا مبدا عمله يعتمد على كهربائي، مقاومه كهربائيه.
اوكي، هنا المقاومة الكهربائية مثل ما تعرفون تتغير تغير درجة الحرارة. اكو هنا بصلة او ثيرموكابل ثيرموستات سينسينج، هنا راح يغير لي من قيمة الممانعة او المقاومة اللي تسري عبر هذه هذا الربط. هنا تسليط فولتية اكو، يعني مصدر خارجي بس يعني ما يسحبه هواية، يعني فد شيء قليل، بطارية خلينا نقول. هنا ايش راح يصير؟ هذا المعدن راح تتغير الخواص الفيزيائية مالته، يعني راح يتمدد ويتقلص حسب المقاومة اللي تسري خلال هذا المعدن. فهنا إذا ازدادت درجة الحرارة راح يتمدد، وبالتالي شنو راح يسد هذه الفتحة؟ أوكي، الفتحة اللي يسري يغلق خلالها هذا الريفرجرانت. فهنا راح نقدر نتحكم بكمية الماس فلوريت للفريون، وبالعكس إذا قلت درجة الحرارة راح يتقلص، وبالتالي راح يسمح بمرور أكبر كمية. أوكي، هو هذا التحكم اللي يصير بالإلكترونيك إكسبانشن فالف. أوكي، هسه نجي على النوع الآخر أو النوع الثابت اللي هو الكابيلاري تيوب. هنا يعني أكثر شيء راح نتوسع بحسابات الكابيلاري تيوب، لأن هو أكثر شيء يعني واسع الاستخدام خلينا نقول. نجي أول شيء على الحالات اللي تصير بالكابيلاري تيوب. أول شيء خلينا نشوف العلاقة بين الماس فلو ريت وبين السكشن بريشر. خلي أوجهكم على الكاميرا، نريد نرسم علاقة بين الماس فلو ريت ام دوت ار وبين ضغط السحب. ضغط السحب اللي هو ضغط الإيفابوريتر، سكشن بريشر اوكي اللي هو في ايفابوريتر. دكتور بالكيلو باسكال مو هو هذا الوحده مالتي؟ مو شرط هسه الوحدات، مو شرط، بس نريد نشوف شنو التصرف هذا اللي يصير، يعني العلاقه اللي تربط الضغط مع الكتله. خلينا نقول عندنا هذه المنظومه، منظومه انضغاطيه هذا هو الضاغط وهذا هو الكوندينسر المكثف وهذا عندي صمام التمدد وهذا عندي المبخر. أوكي، هذا الضغط الواطي وهذا الضغط العالي. تمام، من نجي نرسم الـ pH diagram يعني pressure enthalpy عندي بهالشكل راح يصير الدورة الانضغاطية البسيطة. نقول هذه واحد، هذه اثنين، هذه ثلاثة، هذه أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا هو ضغط الإيفابوريتر وهذا ضغط الكوندنسر. هسه إذا هذا هو ضغط الإيفابوريتر، إذا زاد عندي الحمل ايش راح يصير؟ اول مره خلينا نجي نشوف شنو اللي ياثر على الكتله من ناحيه الضاغط ومن ناحيه الصمام، صمام التمدد، لان هنا يختلف التصرف. هنا كل ما يزيد عندي ضغط السحب، يعني شنو يزيد؟ يعني بمكان ما يكون هذا الضغط راح يكون هذا. تمام، هذا الخط المنقط إذا زاد عندي شنو تأثيره على الضغط أو على الماس فلوريت اللي تسري خلال الضغط؟ إيش راح يصير؟ هنا الشغل راح يقل، مو تمام؟ فهنا إيش راح يصير؟ إحنا ما نقدر نقول الشغل يقل، لا هو الشغل ما راح يقل، يبقى مثل ما هو،
لكن اللي يقل به هو شنو؟ اللي يقل هو الماس فلوريت، مو هنا لا بالعكس راح يزيد. ليش؟ لان هنا عندي بمكان ما يكون الشغل منا لهنا، فالشغل راح يقل، خلينا نقول منا لهنا، فحتى يعوض هذا النقص اللي صار. وين يعوضها؟ بالكتله، يعني راح يضخ كتله اكبر من اللازم، لان ما راح يصير عليه لود. هنا الضغط اذا يرتفع معناته انخفض اللود على الكمبرسر، فيقوم يضخ بكميه اكبر. يعني هسه امثلها لك بالمي، ماطور المي اذا خليت المي يعني بالجانب السحب، اذا انطيته مي هواي، الماطور ايش راح يسوي؟ راح يضخ بعد اكبر، مو تمام؟ هاي هم نفس العمليه، انت من رفعت ضغط الايفابوريتر معناتها شنو؟ انطيته الحريبه ان يضخ بعد اكبر، اكبر كميه ممكنه. اوكي؟ فكل ما يزيد ضغط السحب كل ما تزيد الكتله او الماس فلوريت. اوكي؟ فالعلاقه هي هالشكل، كل ما يزيد ضغط الايفابوريتر كل ما تزيد كميه الريفرجرانت اللي راح يضخها الضاغط. نفس الماطور بالضبط. دكتور سؤال دكتور. تفضل. زين تفضل دكتور، هي كميه الجريان الموجوده هي مو واحد تساوي واحد؟ لا احنا ما نخليها هيك، هذه افتراض كنا نحسبها واحد. بس هي يعني هنا نفس الدخول والخروج نفسه تساوي واحد؟ لا 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 مو هالشكل، هذا افتراض احنا نفترضه كنا حتى نحسب السي او بي. هسه احنا هنا ما جاي نحسب السي او بي، احنا جاي نريد نعرف شنو علاقه الضغط بالتدفق. اوكي؟ ضغط السحب ويا التدفق، فشلون شنو العلاقه؟ هو كل ما نزيد ضغط السحب راح الضغط راح يضخ بعد اكبر كميه. بالعكس اذا قللناها ايش راح يصير؟ يعني اذا خلينا نقول خلينا صمام قبل المضخه مال المي، اذا خلينا او اذا تكون مثلا عندك صونده وعوجتها، خلينا نقول ايش راح يصير بالماطور؟ بالضبط اي بالضبط، راح تقل الكميه الماس فلوريت راح تقل. ليش؟ لان انا قللت الضغط. اوكي؟ نعم. فهي هذا، كل ما يقل الضغط كل ما يقل الماس فلوريت، كل ما يزيد الضغط كل ما يزيد الماس فلوريت. واضح؟ واضح هسه صارت. بالعكس اذا صارت للصمام التمدد الاكسبانشن فالف، بالعكس العمليه. شلون؟ شلون اذا زاد عندي الضغط فالتدفق اللي راح يصير عبر الصمام راح يقل. ليش؟ لأن هنا الصمام هو يعني يشتغل من ضغط عالي إلى ضغط واطي بدون ما نضيف له شغل. فإذا كان فرق الضغط عالي يصير تدفق هواية، مو تمام؟ لكن هنا عندي زاد الضغط، ضغط السحب، يعني شنو الفرق؟ الفرق قل، فرق الكوندنسر عن الإيفابوريتر، مو تمام؟ هذا الفرق. كل ما يزيد كل ما يقل الفرق. من يطلع من بعد الصمام ضغطه منخفض. اوكي اوكي منخفض. اي بس احنا شنو ضغط السحب وين يعني يعتمد على الكمبريسر؟ ضغط السحب ضغط الايفابوريتر، ضغط السحب هو ضغط الايفابوريتر نفسه. تمام؟ نعم. بس ركز وياي عيني. وياك وياك. ضغط السحب هو نفسه ضغط الايفابوريتر. هسه هنا اذا زاد عندي ضغط الايفابوريتر، واحنا جاي نحكي على ضغط السحب او ضغط الايفابوريتر، اذا زاد عندي هنا ايش راح يصير؟ الفرق بين الكومبرسر الكوندنسر والايفابوريتر دلتا بي يعني؟ اي اي يقل هنا الفرق، راح يقل. اها الدلتا بي راح يقل. فاذا قل الفرق، قل فرق الضغط، هنا التدفق عبر الصمام يزيد لو يقل؟ التدفق يقل. بالضبط راح يقل. ليش؟ لان احنا ده ننقل شحنه او ماس فلوريت، هذه الماس فلوريت تنتقل عبر
فرق الضغط، يعني من اللي يحركها؟ يحركها فرق الضغط. الضغط إيه. زين فرق الضغط شلون؟ إذا هو واطي شلون راح يزيد؟ ما معقولة راح يزيد، راح تقل. تمام؟ إلا إذا هذا الضغط قل، ذاك الوقت الفرق راح يزيد، وبالتالي راح تزيد كمية الماس كلوريد. تزيد الكمية. يعني العلاقة عكسية. الرسم راح يكون بهالشكل. هذا هو. العلاقة بين ماس فلوريت والسكشن بريشر، هذا المن للكابيلاري تيوب. وهذا للكمبرسر. طفت الكهرباء. اوكي. هسه هذا للكابيلاري تيوب. وهذا للكمبرسر. تمام؟ استاذ يعني نقول عليها علاقة عكسية؟ اي يعني بين الام دوت والضغط، ضغط السحب، راح تكون العلاقة عكسية، كل ما يزيد ضغط السحب كل ما يقل ماس فلو ريت. اوكي؟ هسه هنا راح نوجد نقطة تقاطع. نقطة تقاطع، طبعا هاي بنفس المنظومة جاي يصير هذا الشيء. يعني هذه العلاقات اللي هي للكمبرسر والكابلر تيوب بنفس المنظومة. فهنا صارت نقطة تقاطع. عند هذه نقطة التقاطع نسميها بالانس بوينت، نقطة الاتزان، اللي هو نطلع من عندها الماس فلوريت الأمثل والضغط الأمثل. هذه نسميها بالانس بوينت. اوكي، خلي اسميها بهالشكل، بالانس، بالانس الحالة نسميها بالانس، يعني نقطة متزنة. هسه نجي على العملية اللي ذكرناها قبل شوية للفاريبل. هسه هنا همين تصير يعني، بس تصير تأثيرها بشكل أقل، اللي هي شنو؟ ازدياد وانخفاض الحمل، حمل الحيز. إذا ازداد عندي حمل الحيز إيش راح يأثر على المنظومة؟ ويا يعني شباب؟ ويا دكتور وياك. أوكي. دكتور راح تزداد الكمية أعتقد. الحمل يأثر على ماس فرول. يأثر على الضغط. هذا ضغط السحب إيش راح يصير به؟ راح يزيد لو يقل؟ يزيد دكتور. أحسنت، راح يزيد. إذا زاد عندي ضغط السحب، يعني هذا مكان، خلينا نقول هنا زيادة. أوكي؟ لأن هنا البالانس بوينت، هذه زيادة. كل ما تتجه هيجي، يعني شنو؟ زيادة بكمية أو مقدار الضغط. هنا راح يصير عندي اختلاف بنقطة الاتزان. راح يصير عندي زيادة بالكتلة اللي يضخها الكمبرسر، هذه قيمة الكتلة اللي يضخها الكمبرسر، مو تمام؟ هذه ماس فلو ريت اللي يضخها الكمبرسر، وهذه النقطة تمثل لي الماس فلو ريت اللي يضخها أو اللي يسري عبر الكابيلاري تيوب. هذه ماس فلو ريت اللي تسري عبر الكابيلاري تيوب. تمام؟ هسه هنا هذه الحالة خلينا نشوفها بالمنظومة شنو التأثير مالتها. يعني الكمبرسر يضخ كتلة أزيد من اللازم، والكابيلر تيوب تسري عبره كتلة أقل من اللازم. يعني الكمبرسر يعبر ماس فلوريت أكبر من الكمية المقررة، والإكسبانشن فالف أو كابيلر تيوب راح يعبر كمية أقل من الكمية المقررة. إيش راح يصير بالإيفابوريتر؟ سوري، الحالة الكونديشن ما راح يبرد. الكوندنسر راح يصير بكتلة عالية من الفريون، وبالمقابل الإيفابوريتر راح يفرغ. تمام؟ نعم. راح يفرغ من الشحنة، أو مو يفرغ يعني بشكل 100%، لا، بس نسميها هذه الحالة نسميها
ستيرفنج، ستيرفنج لما المعدة تكون خاوية نسمي الواحد ستيرفنج جوعان، أوكي؟ فهذه الحالة نسميها ستيرفنج يعني تجويع. أوكي ستيرفنج، هذه الستيرفنج أو عملية التجويع اللي صارت بالإيفابوريتر ما راح تستمر فترة طويلة، وراء فترة زمنية وراح تتأقلم. يعني شنو تتأقلم؟ راح تلقي فد نقطة اتزان جديدة، يعني راح تعمل بدرجة حرارة مختلفة، أوكي؟ يعني راح تتوازن بهالنقطة هاي. أيضا هم راح يجي هنا، لأن هنا عندي الكابيلاري تيوب راح يكون بهالشكل، وهنا عندي الكمبرسر راح يكون هذا الخط مالته، فراح يصير هنا عندي نقطة اتزان. لكن شنو اللي يختلف هنا عندي؟ درجات الحرارة. فلذلك شنو راح يختلف؟ المنظومة راح تختلف عملها باختلاف شنو؟ درجات الحرارة. يعني نوبات هسه احنا السبلت هو يشتغل وتشوفه بارد، بس بوقت الحمل شو يصير بيه؟ ما ينطي ذيك البرودة اللي احنا قسناها لما كان الحمل بشكل طبيعي. يعني من يصير حمل عالي، يعني يصير الجو حار، ما راح تشوف بي يعني درجة حرارة ما تتحسسها بصورة يعني خلينا نقول باردة جدا. هي هاي سببها. اها بالضبط، هي هاي سببها. سببها انه الشحنة بالإيفابوريتر انخفضت، صار بيها شنو؟ تجويع. اوكي هسه واضح صارت هاي العملية. عليك الحل، شنو الحل؟ الحل انت ما بيدك شيء، هذه هي مقرره، ما بيها ما بيدك شيء تسوي، تنتظر الى ان يخف الحمل، هذا اللي انت تقدر تسوي. او مثلا يصير تغيير بالجو. لا اي يعني انت تنتظر الى ان يقل الحمل. الحمل مو شرط ان يكون بالجو، ممكن يكون اشخاص عندك مثلا، انت مقرر مثلا هذا السبلت اي يعني مثلا هذا مقرر مثلا 5 اشخاص، صاروا مثلا 20 شخص، شلون الحراره تقل عندنا؟ اي فبالتالي ما تقدر تسوي اي شيء، تنتظر الى ان يخف الحمل وراها يرجع طبيعي. شكرا دكتور. عفوا. هسه اذا صارت العمليه بالعكس، يعني الحمل قل، الحمل قل، ايش راح ياثر على ضغط الايفابوريتر او ضغط السحب؟ من يجاوبني؟ طب بس عيد السؤال. يمتلئ بالغاز. دكتور بس عيد السؤال دكتور. الحمل اللي موجود بالحيز، هذا هو الحيز، هذه خلينا نقول الغرفة، وهذا خلينا نقول الإيفابوريتر بداخل هذا الحيز. إذا قل الحمل اللي موجود بالغرفة، إيش راح يصير بالإيفابوريتر بالضغط مالته؟ يقل لو يزيد؟ يرجع نورمال دكتور. ده طبيعي. لا أقل عن الطبيعي، يعني مثلا الطبيعي خلينا نقول هو 3 بار، إذا قل بعد أكثر من يزداد الضغط، يزداد دكتور. شلون يزداد؟ يزداد حسب المخطط اللي راح يزداد الكتلة تكبر. لا لا ما يزداد، احنا مو قلنا يحول يسار دكتور. دكتور ينخفض الضغط. خلي أوضحها، خلي أوضحها، بس سدوا مايكاتكم، خلي أوضحها. إحنا مو قلنا إذا قل الحمل معناته قلت درجة الحرارة، ودرجة الحرارة ترتبط مع الضغط، يعني إذا قلت درجة الحرارة يقل الضغط عندي، أوكي؟ وبالتالي شنو؟ إذا قل الحمل يقل وياها منه الضغط، أوكي؟ وبالتالي هنا الضغط المقرر راح يكون أقل من اللازم، يعني يكون بهالنقطة هذه راح تصير هذه العملية. هنا ايش راح يصير؟ خلينا نتذكر هذا الخط هو تابع للكابيلاري تيوب، وهذا الخط هو تابع للكمبرسر. معناتها الكمبرسر ويزيد مال الكابيلاري تيوب. اها الكمبرسر الكتلة مالته راح تقل، والكابيلاري تيوب الكتلة مالته راح تزيد. راح تزيد.
هناش راح يصير هذا صار هواية، راح يعبر كتلة هواية، وهنا راح يعبر كتلة قليلة. وين راح يصير هنا؟ فيضان. راح يصير فيضان، أحسنت. راح يصير هنا فيضان، فلودينج. فلودينج يعني شنو؟ فيضان يعني راح الإيفابوريتر ينغمر. أوكي، وهذه الحالة أيضا راح تكون سيئة. ليش؟ لأن هنا إذا صار عندي فيضان معناتها أكو سائل، أكو نسبة من السائل للفريون. هذا السائل إذا دخل للكمبرسر راح يدمر الكمبرسر، راح يقلل من عمره. أوكي، فلا الستيرفينج مطلوبة ولا الفلودينج مرغوبة، اثنيناتهم يعني غير مرغوبات. المرغوبة هي نقطة الاتزان، بالانس، بالانس بوينت. لذلك لازم تكون أكو عملية توافق بين الكمبرسر وبين الإكسبانشن فالف. لازم تكون الكتلة اللي تسري عبر الكمبرسر هي نفسها الكتلة اللي تسري عبر عبر صمام التمدد. أوكي، هذه الحالة نسميها فلودينج. يعني فيضان. صار واضح هسه؟ تمام. هذه هي العمليات اللي هسه حكينا عليها. هذه الستيرفينج وهذه البالانس وهذه الفلودينج. أوكي، زين. هسه نجي على عملية اختيار الكابيلاري تيوب. اختيار الكابيلاري تيوب، شلون نجي نختار الكابيلاري تيوب؟ عندنا منظومة معلومة السعة، نريد نختار لها كابيلاري تيوب. أول شيء لازم نعرف إنه الكابيلاري تيوب عنده محددات. لازم يكون أعلى شيء بالنسبة للسعة هو 10 كيلو وات. هذه مذكورة هنا بغير فقرة، خلي أشوفكم إياها. هذه 10 كيلو وات، يعني حتى ينطيني الأداء بشكل يعني جيد حدنا للعشرة كيلو وات. إذا صار أكثر من العشرة كيلو وات ممكن يشتغل، مو يعني ما ممكن، ممكن نجي نربط إذا كنا مضطرين. لكن شنو؟ ما بي جدوى اقتصادية. يعني إذا نربط من النوع الآخر اللي هو الفاريبل يكون أفضل، حتى نقدر نستفاد من التغير اللي يصير بالسعة بالحمل. أوكي، فحدنا للعشرة كيلو وات. إذا ربطنا مثلا إذا ربطنا من النوع المتغير، نقول من البداية خلي نفضها، نقول نخلي أقل من العشرة كيلوات، أيضا نخلي variable، ما نستغني عن الكابيلاري تيوب. هنا شنو اللي راح يصير؟ أوكي، هنا هم يشتغل ما بي مشكلة، لكن شنو اللي راح نخسره؟ أول شيء هو سعر الصمام التمدد المتغير أغلى من سعر الكابيلاري تيوب، وبالمقابل ما ينطي يعني هذا الفرق اللي راح يصير، يعني فرق جدا قليل، فرق بالاستهلاك الطاقة إذا استخدمنا الفاريبل، ما يجيب سعر. يعني شلون مثل الواحد يوفر سنتات بالكهرباء حتى في سبيل يشتري شنو؟ يشتري صمام تمدد بمقدار مثلا 50,000، وهي اشقد يعني هاي القيمه اللي راح يوفرها؟ سنتات، ما تسوى. اوكي، هي هاي الهندسه. يعني لازم تعرف انه هذا الشيء اللي راح تسويه مجدي اقتصاديا لو لا. اوكي، فالكابلر تيوب حدنا للعشرة كيلو وات. ثاني شغله، المحدد الثاني هو الطول. طول الكابلر تيوب يتراوح من 1 إلى 6 متر. إذا تجاوز هاي الفترة فما ممكن أن يشتغل، أو ممكن بس يكون غير مجدي. أوكي، القطر، قطر الأنبوب هو من 0.5 إلى 2 ملم. هذا هو الأبعاد اللي تكون بيها الكابلر تيوب يعني يعمل بشكل صحيح.
لأن لا الأقل من هذا القطر مطلوب ولا أعلى من هذا القطر مطلوب. إذا أقل هناش راح يصير، راح يكون عرضة للانسداد، راح يكون عرضة للانسداد بأي يعني أوساخ راح تكون يعني تتجمع بداخل الأنبوب، راح ينسد بكل سهولة. ولا أعلى من 2 مليمتر يكون شنو غير اقتصادي. ليش؟ لأن هنا إذا طولنا إذا العفو كبرنا بالقطر أكيد راح نحتاج طول أكبر، لأن هنا مبدأ هبوط الضغط اللي راح يصير نتيجة هبوط الضغط من الجريان اللي يكون نتيجة الطول. لأن حسب قانون دارسي إذا تتذكرون هو يعتمد على الطول، تغير الضغط يكون طردي مع الطول، طول الأنبوب. فهنا إذا كبرنا القطر فأكيد نحتاج طول أكبر. أوكي، فهي هاي المحددات حتى نختار الكابلر تيوب. 10 كيلوات من 1 إلى 6 متر، من 0.2 إلى 2 مليمتر قطر. أستاذ وسع ما له علاقة؟ لا، هذا يحكي على قطر داخلي. هذا القطر اللي موجود هو قطر داخلي. السمك مهما يكون السمك هذه بس على مود يتحمل ضغط، هذه ما عندنا بها مشكلة. إيش قد الضغط يعني؟ هي استندرات. إذا 2 مليمتر أكيد سمك موجود، إذا يعني 0.5 هم يعني السمك مالته موجود، بس على مود الضغط. بس هنا إحنا نحكي على قطر داخلي. أوكي دكتور، ممكن توضح لنا العشرة كيلوات شنو يقصد بها؟ السعة، سعة المنظومة، refrigerating capacity. يعني إذا كانت 10 كيلوات نخلي لها كابلري، إذا كانت أقل ما نخلي. لا بالعكس. آه. إذا من 1 إلى 10 كيلوات، يعني الحد الماكسيموم هو 10 كيلوات نستخدم بها الكابلر تيوب. فوق ال 10 كيلوات نستخدم النوع الآخر اللي هو الفاريبل. نعم دكتور، شكرا. هسه نجي على التصميم. تصميم هذه الأبعاد اللي حكينا عليها، أبعاد الكابلر تيوب اللي هي الطول والقطر، هي طول وقطر، طول وقطر. الأبعاد مال الكابلر تيوب طول وقطر. عندنا ثلاث طرق للتصميم، ثلاث طرق لتصميم الصمام التمدد. الطريقة الأولى واللي هي أسرع طريقة هي يعني ما يحتاج لها حسابات، طريقة الكات أند تراي. كات أند تراي هذه طريقة تعتمد على الخبرة. يعني مثلا احنا نعرف انه مثلا المكيف يحتاج له طول خلينا نقول متر، احنا نجيب اكبر من المتر بشوية، يعني متر وربع كقطر محدد. احنا نعرف مثلا القطر المتوفر بالسوق هالقد، مثلا خلينا نقول 2 مليمتر، جبنا هذا ال 2 مليمتر. شو نسوي؟ نربط اول مرة، نربط هذا الصمام على المنظومة ونشغل، نشوف اذا انطاني التبريد المناسب اقول هاي اوكي هو هذا القطر، او القطر والطول المناسب. اذا ما انطاني تبريد مناسب شلون اعرف هذا تبريد مناسب او غير مناسب؟ هذه اكو فنيين يعرفوها، اللي هي شنو؟ اللي هي تكون عملية تجميد صاير على الأنابيب. يعني هسه بالشحن شايفين عملية الشحن شلون يصير، يجي الفني يفتح الصمام أو اللي من القنينة للمنظومة أثناء عملية التشغيل. بعدها ايش راح يصير؟ راح يبدي يتجمد الجزء اللي موجود بالسحب، الأنبوب اللي موجود بالسحب يتجمد إلى أن يوصل مرحلة من الشحن. هذا اللي تجمد راح شو يصير به؟ يذوب، يقوم يتعرق. من يوصل هاي المرحلة الفني يسد الأنبوب أو الصمام اللي موجود بالقنينة. معناتها شنو؟ معناتها وصل للتبريد المناسب. أوكي؟ ف
فنفس العملية هذه نسويها بهذه الطريقة cut and try. نجي نخلي هذا الكابيلاري تيوب ونشغل المنظومة. انطتني التبريد المناسب، انطتني اوكي، ما انطتني اسوي اقطع جزء من الكابيلاري تيوب واجي اربط هذا الجزء الباقي وهم اشوف اذا انطاني التبريد المناسب اوكي ابقي، اذا ما انطاني اقطع مرة ثانية وهكذا الى ان اتوصل للطول المناسب. هذه نسميها cut and try، يعني تقطع وتجرب. اوكي، هذه طريقة عملية. الطريقة الثانية اللي هي طريقة الرسم graphical method by using graph، يعني chartات. من الشارتات نطلع الطول والقطر. والطريقة الثالثة اللي هي analytical، يعني حسابيا، هذه analytical technique، هذه نطلعها طريقة حسابية. خلي نجي على الطريقة، طريقة الرسم، الطريقة الثانية graphical. اوكي هسه ما عندنا بها مشكلة، cut and try، عرفنا مبدأ عملها شلون يصير، نقطع الى ان نوصل للتبريد المناسب ونتوقف، نقول هو هذا الطول المناسب. الطريقة الثانية اللي هي graphical method هي عن طريق الشارتات. نروح الشارتات، هذه هي، هذا هو الشارت الأول اللي هو عبارة عن علاقة بين الفلو ريت كوركشن ماس فلو ريت وبين الانلت بريشر. انلت بريشر ايش يقصد به؟ يعني الضغط الداخل لصمام التمدد. من نقول ضغط داخل للصمام التمدد يعني ايش يقصد يا ضغط؟ هذا هو الضغط الداخل لصمام التمدد، الكوندنسر. احسنت، نقصد به ضغط الكوندنسر، هذا هو ضغط الكوندنسر. اوكي، انلت بريشر، انلت بريشر، هذه الاكس اكسس هي قيم للانلت بريشر. طبعا هذا الشارت خاص بالغازين 12 و22، يعني اذا كان عندنا غير نوع من الغاز ايضا موجود الشارت مالته. اوكي، ويا من هذه العلاقة؟ ويا الحالة اللي راح يدخل بيها هذا وسيط التبريد الرفرجرانت. هل هو ساتوريتد ليكويد؟ هل هو سب كول بمقدار 5 سيليزي؟ هل هو سب كول بمقدار 10 سيليزي؟ هل هو بنسبة جفاف اللي هي قيمتها 0.05؟ هل هو X يساوي 0.1؟ فكل من وحالته حسب الحالة اللي راح تدخل صمام التمدد. فرضا عندنا ساتوريتد ليكويد وعندنا مثلا قيمة الضغط 500، نجي نقاطع هاي ال 500 ويا الساتوريتد نطلع قيمة الفلو ريت كوركشن، هذه نسميها M دوت C. M دوت C هذه نسميها الفلو كوركشن او فلو ريت كوركشن، القيمة المصححة. يعني شنو؟ يعني اللي نريدها تسري عبر المنظومة، لكن بالمقابل اكو قيمة للماس فلوريت اللي يضغطها الضاغط الفعلية. هذه الفعلية نسميها M دوت R، M دوت ريفرجرانت الفعلية. فنقسم M دوت C اللي هي هاي على M دوت R اللي هي الفعلية اللي موجودة بالمنظومة، راح يطلع لي فد شيء اسمه فلو كوركشن فاكتور. فلو كوركشن فاكتور هذا هو flow correction factor، خلي نرمز له phi، هذا الرمز نرمز له phi. من ينطيني قيم لهذا flow correction factor اجي اسقطها ويا القطر اللي عندي مثلا 2 مليمتر، مباشرة اسقط يطلع لي الطول، طول الكابيلاري تيوب كم متر. مثلا هنا طلع لي 1.5، اقول 1.5 متر احتاج. اوكي، خلي ناخذ مثال،
عفوا دكتور. نعم. احنا اللي حددنا بين القطعة الخارجية والداخلية يعني احنا مجبرين عليه، مو دائما مخيرين. شنو هو؟ يعني هذا طول المتر للبايب. اي. احنا محددين بالقطعة الخارجية والداخلية يعني حسب الموقع وحسب الغرفة والخارج. طبعا مالك. طبعا هسه نشوفها بالمثال. هسه يعني احنا ما نقدر نتحكم بها دائما. لا مو كيفنا. احنا نعتمد على درجات الحرارة والضغوط اللي موجودة بالمنظومة. والمسافة بين الخارج والداخل يعني. لا لا. هنا ما تقدر تحددها. لأن هي المنظومة تعمل على أساس تغطي هذه المسافة. فما عندي يعني مشكلة. ماشي دكتور. إيه. خلينا نشوف دكتور نعم تفضل. الغرض من زاد فضلك دكتور، الغرض هو من الكابلر تيوب من نخليه المنظومة. إيه. يعني نقلل من الحمل وشنو الفائدة منه؟ هو الفائدة من عنده شرحناها أول شيء، هي الشيء الأساسي هو شنو؟ الشيء الأساسي من جهاز التمدد هو من اسمه تمدد للغاز. مش راح يصير، راح يؤدي الى انخفاض بدرجة الحرارة، لان احنا اي تمدد لاي غاز، معظم الغازات خلينا نقول مو لاي غاز، معظم الغازات اذا تخفض ضغطها راح تنخفض درجة الحرارة المقابلة. اوكي، يعني هسه الهواء اذا تخفض الضغط مالته راح تقل درجة حرارته. انطيك مثال بعد اوضح. شايفين بالمخابز قنينة الغاز من يفتحها زايد شو يصير بيها؟ تتجمد. تتجمد ليش؟ لأن انخفض الضغط مالتها، انخفض، وبالتالي ايش راح يصير بيها؟ راح تنخفض درجة حرارتها. فايش يسوي هذا اللي بالمخبز؟ يخلي لها مي حار حتى شنو؟ حتى لا يتجمد هذا الغاز اللي موجود بداخلها، اكو غاز سائل، فحتى لا يتجمد، حتى يصير بي فلو. اوكي نعم دكتور. اي، فاي انخفاض للضغط يقابله شنو؟ انخفاض بدرجه الحراره، وهذا احنا نريده. الفريون احنا نريد من عنده ان تنخفض درجه حرارته. حتى وين نوديه على الحيز اللي احنا نريد نكيفه. اوكي، هو هذا نعم الهدف دكتور. الرئيسي من صمام التمدد يعني احنا نضيفه اضافه للصمام، لو هو وحده هو الصمام يسوي هيك، هو صمام التمدد هو هذا العمل مالته. نعم. نعم. اوكي، والعمل الثاني نعم. مالته هو التحكم بسعات المنظومه. اوكي زين، هسه نجي على المثال، مثال 13.1 example 13.1. هذا المثال هنا بالبداية حاله بالطريقة العددية أو الحسابية، احنا راح نحله بالطريقة البيانية أو طريقة الرسم. قايل لي what length of capillary tube، منطيني بين قوسين يعني القطر الداخلي، منطيني 1.63 مليمتر. اوكي، القطر الداخلي ID 1.63 مليمتر. Will drop the pressure، شوف يخفض لي الضغط، يا ضغط of saturated liquid refrigerant 22 at 40 سيليزي، منطيني حالة البخاء أو حالة العفو حالة السائل، سائل مشبع R22 سائل مشبع saturated liquid وبدرجة حرارة 40. يقول هذه راح يمددها إلى 2 saturation temperature of the evaporator of 5 سيليزي، ومنطيني the flow rate is 0.01 كيلوغرام بالثانية. منطيني M dot R شنو؟ 0.01 كيلوغرام بالثانية، ومنطيني درجة حرارة المكثف 40 درجة مئوية. اوكي، هسه ايش اسوي؟ اروح اشوف الشارت مالتي، هذا هو شارت
ايش احتاج حتى اطلع الفلو كوركشن، فلو ريت كوركشن؟ احتاج الضغط، اوكي، حتى اطلع الام دوت سي احتاج الضغط الداخلي، واحتاج الحاله، حاله السائل. حاله السائل منطيني اياها ليكويد، يعني لازم اقاطعها ويا هذا الخط، لكن الضغط ما عندي. بس ايش عندي؟ عندي درجه الحراره، درجه حراره المكثف اللي هي 40 درجه مئويه. اروح على المخطط الفلو دكتور، اي الفلو هذا ام دوت ار، اوكي، ما اقدر اقاطعه، ما اقدر اقاطعه وياه. لا، هذا اللي منطيني اياه الفعلي، هذا اللي منطيني اياه ام دوت ار الفعلي، اللي هو اللي ما اقدر اقاطعه ويا درجات الحراره او ساتوريتد ليكويد. لا اسمح لي، بطلع الضغط. هذا اللي منطيني اياه هو الفعلي اللي يسري عبر المنظومه. أنا أريد أطلع الماس فلوريت المصحح اللي اللي راح يسر عبر صمام التمدد، أوكي؟ فشلون أطلع عن طريق تقاطع الانلت بريشر ويا الحالة مالتي، يلا يطلع لي ام دوت سي. فهسه أنا عندي ام دوت سي مجهولة، ام دوت سي مجهولة ما أعرفها ايش قد. شلون اطلعها؟ اطلعها من خلال هذا الشارت، اسقط الضغط ويا الحاله ويطلع لي الضغط. هناش قد ما عندي علم، منين اعلم هذا الضغط؟ اروح ادور بالشارت مال ار، منو ار 22 مو منطيني ار 22؟ خلينا نروح على R 22. هذا R 22، أشوف درجة الحرارة هذه اللي هي 40، مو تمام؟ هذه درجة الحرارة 40. لو أشوفها الضغط اللي موجود هنا باوع لي على هذا المستطيل، ايش قد راح يصير الضغط عند ما اخلي المؤشر على ال 40؟ ايش قد؟ 15 مو؟ 15 دكتور، 15.74، 15.27 مو؟ نعم. اوكي، يعني ايش قد دكتور؟ يعني اذا بدون برنامج، يعني ثاني مثلا قدام الشارت، قدامك الشارت تجي تسقطه، شوفه سقطت، اخليها يعني افتراضيه، اي 15 تقريبا، اي 15 شنو 15 بار. وتقدر من الجداول شوف هنا ساتوريتد، من الجداول هذا الجداول اللي عندك موجوده، جداول ار 22 مو عند ال 40، اروح على درجة الحرارة ال 40، اي هاي ال 40، وين هال 40؟ اي دكتور نفسها هذه مقابلها الضغط ايش قد يطلع؟ 15.33 مو تمام؟ اوكي، مقابل 40 يا دكتور. هاي 1 بوينت دكتور، ها عندي شنو 1 بوينت؟ عندي 1 بوينت، ها هذا بالكيلو باسكال، ناعم دكتور ما دا اشوف اسمه. هذا اللي عندك بالبار، اللي موجوده بالجداول مالتكم هذه بالميجا باسكال، ميجا باسكال بالميجا، اي تمام. ايه دكتور صح، ماكو ميجا وطالع 1.5 تمام. اي هسه عمره في الف دكتور، بالبار اللي بالميجا حتى تحوله للكيلو باسكال ايش قد تضربه؟ ألف، تضرب في ألف في مليون، لا تضرب للكيلو باسكال في مليون دكتور، حول للبار للكيلو 6.3، لا لا عيني، في ألف أنت تريد تحول للكيلو باسكال، الكيلو هو في ألف، يعني هو أصلا مضروب في 10^3 هو كيلو، بس الميجا في 10^6، أنا أريد أحول من الميجا للكيلو فأضربه في ألف، أوكي
في ألف يعني بالجدولين حول للكيلو. اي أبو البار وذا أبو العين عندي بالكيلو الشارت اللي موجود الوحدات مالته بالكيلو باسكال، فلازم احول الضغط اللي عندي للكيلو باسكال مهما يكون ايش قد قيمه الضغط بالبار احوله اضربه في 100 بالميجا اضربه في 1000. اوكي تمام وانا عبالي احول الميجا للبار اضربه في مليون ايش يعني افتهمت؟ لا هو الميجا للبار هذا في 10 بس استاذ، بس طريقه التسقيط انت خليت المؤشر على 40 كانثالبي 40 لو شنو استاذ؟ بس ارجع لنا على الشارت. ايه هذا هو ار 22. لا رحت على هذا باوع لي على هذا المربع الخاص بالضغط تشوفه؟ نعم ده يتغير كل ما يقصد المؤشر ده يتغير. انا وين درجه الحراره مالتي؟ هذه 40 مو تمام؟ هذه ايش قد قيمه الضغط مالتها؟ 15.27 قيمة الضغط ونفس الضغط اللي هنا هو نفسه، هذا الضغط ثابت على طول الخط هذا. اوكي اذا بدون حاسب استاذ يعني بدون برنامج البرجر راح يطلع عندي بالبار يعني يطلع 15 تقريبا بالبار. تقدر تطلع من الجداول مو منطق جداول؟ مو نعم جداول ار 22 مو منطق اياها؟ جداول اي يعني تطلعها بشكل دقيق. اي تروح تشوف الضغط المقابل عليه الضغط المقابل ايش قد يعني هاي 40 درجه الحراره الضغط المقابل ايش قد؟ تمام 15.33 شنو وحداتها اللي يمي بار اللي يمك بالميجا 1.5 مو؟ اي طيب هسه نحولها للكيلو باسكال ايش قد صارت؟ صارت 1500 15000. لا شلون؟ صدرت تضربها في 1000 لو تقسمها هي الواحد 1.5 اضربها في 1000 حتى تحول للكيلو باسكال. كيف تصير 15؟ للكيلو باسكال تضربها في 1000 1500 يعني هذا الخط تمام؟ هذا الخط وياي؟ وياك دكتور وياك. زين هسه الحالة مالتي شنو قلنا؟ ساتوريتد ليكويد يعني هذا الخط أقاطعه ويا الساتوريتد ليكويد يعني هاي نقطة التقاطع تمام؟ تمام. ايش قد راح تطلع لي قيمة ام دوت سي؟ 0.010 يعني 0.01 كيلوغرام بير سكند. اوكي طلعت لي ام دوت سي 0.0 هذه شنو قلنا؟ فروم شارت. اوكي هسه شو اسوي؟ اطلع قيمه الفاي اللي هو كوركشن فاكتور ماس فلوريت كوركشن فاكتور. شو تسوي هاي؟ عفوا دكتور يعني طلعت نفسها المصححة الكتلة؟ اي هنا طلعت نفسها بس ممكن تتغير دكتور عبد بس صار بس هذه ليش طلعت نفسها؟ معناته دكتور لانه كمية الفلو اللي تسري عبر الكمبرسر هي نفس كمية الفلو اللي تسري عبر الصمام، يعني وين احنا صايرين؟ على نقطة الاتزان هذا معناه البالانس. اها على البالانس بوينت صار واضح؟ خلينا نعيد 1500 هذا هو نعم دكتور واضح هذا هو الخط قاطعناه ويا سب كول هذا هو خط السب كول. اوكي نقطة التقاطع هذه سقطناها حتى نطلع ماس فلو ريت كوركشن طلعت لي 1% اجي اكتبها ام دوت سي طلعت لي 1% اجي اقسم الفاي هو شنو؟ ام دوت سي على على دوت ار ف
أقول هذه 0.01 وهذه 0.01 طلعت القيمة 1. أوكي؟ هسه وين أروح؟ أروح للشارت الثاني. هذا هو الشارت الثاني، هذه هي قيم الفاي. أوكي؟ أروح على القيمة اللي طلعت لي، إيش قد طلعت لي؟ 1. أقاطعها ويا القطر اللي عندي، القطر اللي عندي إيش قد منطيني إياه؟ هذا هو القطر 1.63. 1.63 أروح أقاطعه ويا القطر 1.63، هذه هي الفاي 1، أقاطعه ويا 1.63 تقريبا يطلع 2.1 تقريبا يطلع 2.5. لا مو 2.5، 2.1 دكتور، شوية هي عن الاثنين، 2.1 بعيدة كلش 2.5، هاي 2.1 قريبة. أوكي، فشنو الوحدات مالته؟ متر. فأجل يعني أبو دكتور أكو سماحية يعني بالقراءة الطول يعني بين الاثنين ويطلعها 2.2 2.2؟ لا بعيدة 2.2 دكتور، بين الاثنين وبين الثلاثة هي صارت نقطة 2.2، هذه هي الـ 2.2 بعيدة. أنت شو تشوفها 2.2 هاي؟ خلي اسوي عليها زوم قريبة على الربع يعني دكتور، هي قريبة على الربع يعني 2.25. لا لا مو ربع، هاي الربع هذا وهذا النص، مو هذا هو النص، نص النص هو هنا، هي وين؟ اقل من الربع، فانت لازم تقدرها لان هنا عندك فرق راح يطلع يعني همين. اوكي طلعتها 2.25، تروح تجي تربط ما راح يطلع لك التبريد المناسب، تضطر تقطع منها شوية. أوكي، لذلك هاي العملية هم راح تكون مو دقيقة بس تمشي شغل. أوكي، هاي العملية أيضا راح تكون غير دقيقة، يعني إذا عندك مثلا شيء مستعجل تريد تطلع القطر أو الطول بشيء مستعجل قبل تجيب هاي الشارتات وتطلع، أما إذا عندك يعني تصميم وعملية إنتاجية لمثلا آلاف القطع لا ما تستخدم هاي الطريقة، مستحيل تروح على الطريقة الحسابية لأن أنت راح تحسبهن مرة واحدة. أوكي، لأن عندك معمل راح ينتج كذا قطعة، فلازم تكون مضبوط بالقياسات اللي راح تطلعها. أوكي، صار واضح شلون طلعنا الطول؟ لا عفو دكتور، المحاضرة خلصت تقريبا وعبرت شوية. ايه يعني اذا ممكن السؤال نخليه على الاسبوع القادم. هو خلص لو السؤال، انت شو تشوف؟ خلص السؤال، ها هي طلعنا الطول، ها هي هو المطلوب من عندنا ان نحسب الطول وخلص، ها هي. شكرا دكتور، والله والديك.